الفيديو ده مهم جدا جدا. انا عملته مخصوص عشان في ناس طلبته مني. ده لتسيح السمنه الزبده الفلاحي على اصولها. يا جماعه شايفين الزبده معايا لونها اصفر وجميل قد ايه وصافي. ودي المرطه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، حاجه كده خطيره لونها ذهبي جميل قد ايه. يلا بينا كده نخش الفيديو ونشوف سيحنا الزبده ازاي، ونشوف كمان معلومات حلوة جدا جدا وانت جاية تشتري الزبدة الفلاحي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبيبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ النهاردة هنسيح الزبدة الفلاحي الجاموسي يا جماعة. يبقى النهاردة هنعمل ايه؟ هنسيح الزبدة البلدي الجاموسي الفلاحي، تمام؟ وهنستخرج منها قطع مرطة بطريقة حلوة قوي قوي. انا عايزة بس اعرفكم حاجة، اما تيجي تشتروا الزبدة البلدي يا جماعة، احلى زبدة هي زبدة البرسيم يا جماعة. بتبقى لونها مدي على اخضر او يبقى حبيبي لما نيجي نشتري الزبدة هي بتبقى ايه؟ بتبقى بيضة هي زي ما انتم شايفين، بس لونها مايل للخضار. بتبقى زبدة البرسيم يا جماعة بتبقى بصراحة جميلة جدا. وعايزه اقول لكم كمان لما نيجي نشتري الزبدة، الزبدة الحلوة ما بيبقاش فيها لبن كتير. لازم واحنا بنشتريها نفتح واحدة منها ونشوفها من قلبها وندقها كده نشوف من قلبها، لان في ناس بتغش كتير جدا جدا في الزبدة. ممكن بتحط من قلبها من جوه ملح، بتملها ملح، ممكن بتحط في قلبها بطاطس، بتسلق بطاطس وتحطها في قلبها. فايه انتي افتحي الزبدة من جوه وشوفيها عاملة ايه ودوقيها من جوه، شوفي طعمها عامل ايه. تمام كده؟ تمام كده. الزبدة دي انا واثقة فيها لاني جايباها اصلا من البلد، ناس موثوق فيها يا جماعة. تمام، هنبتدي بقى نسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي على البوتاجاز ونبتدي نسيح الزبدة بتاعتنا. كده حطيت حلة اهي على النار زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى انزل بالزبدة بسم الله اهي. بسم الله ما شاء الله الزبدة بسم الله زي ما انتم شايفين، يعني هي باينة اهي ان هي ما شاء الله على اصولها يعني. فاول الامر يا جماعة او في اول التسيح انا هخلي النار عالية شوية بس على ما تبتدي ايه تفك معايا الزبدة دي. بصوا كده معايا هي ابتدت اهي زي ما انتم شايفين اهي تفك خالص من بعضها زي ما انتم شايفين كده. كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي خلاص كده فكت اهي. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اهي، شايفين في حته يدوب حته صغنونه اهي اللي فيها اهي، حتتين صغيرين اهم لسه ما فكوش اهو. عايزه اقول لكم ان البوتاجاز العين تبقى هاديه جدا جدا، شمعه خالص كده. عايزه تاخدي بقى تسيح سمنه معقول حاجه حلوه كده ومرطه كده حاجه زي الفل، هدي بقى العين خالص تبقى شمعه. تمام، وايدك بقى تبقى على طول فيها كده اهو زي ما قلت لكم. بصوا ايدك فيها على طول كده. بصوا كده معايا اهي ابتدت انها اهي تبقى ايه صافيه شويه اهي زي ما انتم شايفين عن الاول اهي، بس لسه الرغاوي اهي زي ما هي. المرطة دي بقى ابتدت اهي تنزل في القاع من تحت اهو، شايفين شايفين المعلقة او الكبشة اللي معايا بصي عملت ازاي، ابتدت المرطة انها تنزل في قاع الحلة. برضو ايدي فيها كده والعين شمعة يا جماعة خالص شمعة كده. كده بقى هبتدي انزل بايه بمعلقه كده من الملح اهو. الملح ليه يا جماعه؟ الملح عشان يحفظها. تمام، بصوا كده معايا بسم الله ما شاء الله حاجه كده اهي، شايفين شايفين بقت عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا كده بقى بسم الله ما شاء الله الرغاوي اللي كانت ماليه الحله بصوا ما بقاش ازاي، وبقت صافيه خالص ازاي بسم الله ما شاء الله، شايفين عامله ازاي اهي كده تمام زي الفل. هبتدي بقى ايه هطفي عليها بقى واسيبها تبرد خالص، وبعدين اعبيها في البرطمان.
شايفين يا حبايبي بقت صافيه ازاي؟ زي ما قلت لكم هسيبها تبرد خالص، وهشيلها كمان من على العين دي، احطها على عين تانيه عشان السخونيه ايه ما تعمليش فيها حاجه، او تخلي الحله ايه يعني توقف لي الحراره. تمام، هسيبها تبرد، وزي ما قلت لكم اعبيها بقى في برطمان. وكده زي ما انتم شايفين اهو، شايفين الزبده والسمنه صافيه خالص ازاي. هبتدي ان انا اعبيها بقى في البرطمان زي ما انتم شايفين كده، شايفين صافيه قد ايه كده. خلاص زي ما انتم شايفين، بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه بصراحه او الزبده عملت لي كميه حلوه زي ما انتم شايفين كده اهي، حلوه قوي كده تمام، ولونها كمان حلو، انا ما بحبش اغمقها عن كده زي ما انتم شايفين. ودي المرطه بتاعتنا اهي، شايفين لونها حلو عامل اللون الذهبي ازاي، مش غامقه ولا حاجه، لا لونها كده تمام زي الفل. ايه رايكم في الجمال ده؟ اذا عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت الحلو منكم، والاشتراك طبعا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.